السلام عليكم. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل سلم ويكون الجانبين زجاج. طيب خليني دلوقتي اقول له انا عايز ارسم ستير اهوت. ده السلم بتاعي اهوت. اقول له اوكي. خلينا نشوف في 3D. نيجي هنا نعلم على السلم واقول له ورود في 3D. هيظهر معايا اهوت. طيب انا ممكن السبورت مش محتاجه، وممكن اعمل السبورت ده احوله لزجاج، بس ايه خلينا نعمله بطريقه ان انا اعتمد على السبورت دوت. عملت سيلكت قلت له ايديت ستير، علمت على السبورت الناحيه دي ايديت. طيب ممكن تبدا تعدل المعلومات ديت. اغير اللون الاول نخليها بالمليمتر. اوكي. طيب ممكن ادخل هنا في الايديت تايب واختار هنا السبورت المعلومات اللي انا عايزها اهوت. طيب هنا انا عايز التوتال الدرس بتاعي كله على بعض مثلا 2 متر. تمام. ده الاستراكشر ديبس اون ران، وده الاستراكشر ديبس اللي هو تحت اون لاندنج في اللاندنج. طيب اوكي. طيب انا عايزه يبقى زجاج. تمام. فهاجي هنا واقول له الماتيريال هنا اختار الجلاسس. بالشكل دوت. اوكي. تمام. وهقول له انا عايز ميدل سبورت، عايز سبورت في النص بالشكل دوت. فلما تيجي تشوفها الجنبين زجاج تقدر تغير المتر زي ما انت عايز، وفي سبورت اهو في النص ماسك السلم. خليني ادخل تاني في السلم وادخل هنا بقى في الران تايب، وهقول له ده عندي تريد وده عندي رايزر، انا مش عايز الرايزر، يبقى سلم بالشكل دوت. وتقدر تتحكم فيه اكتر من خلال مثلا انت تغير الويتس مثلا تخليه 20 لو انت حابب، هو تغير نوع الماتيريال تشوف لو في نوع تاني من الزجاج كلير جلاسز مثلا بشكل بس. طبعا شايف 2 متر كتير انا بالنسبة لي عشان الطول، خليها مثلا 1700 مثلا يبقى بالشكل دوت. خليها متر حسب الكود، حسب اللي انت عايز تشتغل عليه بالشكل ده.